بحاجة الناس بتحبك في الاهلي. انا اولا سعيد جدا كده. ده من داخل النادي الاهلي يا كابتن خلي بالك. من داخل النادي في الجزيره يعني. انا شوف يا اسلام, انا سبحان الله يعني من ساعه ما طلعت ورحت قررت ان اروح لمستر مانو الجزيره واخد المعايشه معاه, خلي بالك ده كان عن اقتناع ان انا عاوز اطور من فكري بشكل كبير جدا. لكن من ساعتها تحس ان جمهور النادي الاهلي وانا ارتبطت بيهم يعني حب ليهم بشكل كبير جدا. انا بشكرهم اولا على ارائهم فيا وتقديرهم ليا, وما فيش شك طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا وجمهور عظيم, وهو وكده اللاعب رقم واحد اللي دايما النادي الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. فانا طبعا بشكرهم وبتمنى ان العلاقه دي دايما تبقى تدوم ويبقى كلها حب احترام دايما متبادل. ويكفيني شرفا ان هم طبعا انا يعني بيتكلموا عليا بشكل الايجابي ده كمدرب من النادي الاهلي, رغم ان انا مش ابن من ابناء النادي الاهلي لكن محب طبعا في الشك طبعا النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. فشكرا ليهم طبعا وشكرا على ارائهم, واتمنى دايما اكون عند حسن ظنهم باذن الله. بتتبسط يا احمد لما بتسمع الكلام ده عن كابتن طارق؟ انا اصلا عندي عايش ان عيلتي كلها اهلاويه وعيلتي كلها متعصبين كمان اهلاويه. انا عندي والدتي اصلا اهلاويه متعصبه يعني يجي ماتشات الاهلي مع بابا فتقول له لا خلاص انا هشجعك وكده, بعدين تيجي تفكر في الموضوع طب نمشيها تعادل, بعدين تفكر في الموضوع تاني تقول لي لا ده كده الاهلي هيضيع عليه 2 بونت فمش مشكله. لا لا الموضوع عندي الموضوع عندنا لا اهلي اهلاويه متعصبين يعني ما تخلوش يخش البيت. فانا عايش في الموضوع ده صراع مرير. فاحنا عايشين لا فطبعا انا ببقى فخور جدا يعني ان انا ببقى شايف ان الكلام ده على والدي يعني خصوصا من جمهور النادي الاهلي. انا عمري ما انسى احمد عارف حرس الحدود, كنت بلعب في حرس الحدود في ذلك الوقت, وحرس الحدود كسب النادي الاهلي كاس في الكاس وكان بيشجعنا, وبعد المباراه ما انتهت يعني من المرات القليله جمهور الاهلي محترم جدا نادى على كابتن طارق ونادى على الفرقه كلها وسقفوا للفريق كله بعد نهايه المباراه على الرغم من هزيمه النادي الاهلي. ودي من النوادر اللي بتحصل يعني عندنا. من النوادر تحس ان حتى في مباراه طلاع الجيش الاخيره في الكاس حصلت كان كل ما فيش مشجع اهلاوي قابلني في الشارع رغم ان النادي الاهلي خد البطوله والله الا يقول لي انا كنت بتمنى مش هبقى زعلان لو النادي الاهلي خسر البطوله وان كان طلع خد. فطبعا ده لو ده اللي بيدل على ارتباط كبير جدا بين جماهير النادي الاهلي وبين طارق العاشي, وانا طبعا ببادله بنفس الحب ده والاحترام. ما عرفنا السر خلاص مفيش شك طبعا, وبتمنى طبعا توفيق النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير وسعيد جدا جدا لما بتواجد حتى معاكم في القناه بتاعتكم, شرف ليا كبير جدا شرف جدا. شرف لينا يا كابتن والله. وطبعا النادي الاهلي طول عمره طبعا بيتبنى المواهب من صغرها وبيكبرها بشكل كبير جدا. وانا يمكن لما خدت القرار ان انا اروح النادي الاهلي فطبعا كان قرار عن اقتناع نمره واحد. النادي الاهلي كان في الفتره ديت طبعا هو كبير طبعا طول عمره لكن هو كان متسيد القاره الافريقيه 10 سنين لو تفتكر النادي الاهلي محتكر البطولات الافريقيه. مانو الجوزيه كان افضل مدرب خلال 10 سنين الاخيره ديت كلها, صاحب فكر اوروبي. وانت يمكن انا معايشتي ليهم انا يعني الناس احتضنتني بشكل كبير جدا جدا ورحبت بيا, فطبعا انا بشكرهم لان ده علامه انا ما بنساهاش في تاريخي لان اثرت معايا بالايجاب في شخصيتي شخصيتي المستقبليه. وللصدف السعيده ان احنا اول مباراه نقابل النادي الاهلي في الكاس كسبنا النادي كانت قبل النهائي في لو تفتكر في الماكس حرس الحدود في الماكس والمستر مانو طبعا جه وسلم علينا وقال اتمنى تاخد الكاس قال لي اتمنى ان انا ارجع من كان عاطي الاجازه اللي هي بتاعتي اللي احنا بنتكلم عليها دي انك الاقي حرس الحدود, والحمد لله كنا ما خيبناش ظنه الحرس لعب امبي في النهائي بالظبط وخدنا الكاس.